والبنات صباحكم بالخير، واش راكم واش ديروا؟ اليوم نوض الصباح درت الفطاير، رايحين نفطروا. اليوم راح ندير لكم روتينات من الصباح للعشيه. عندي لكم روتين تاعي من الصباح حتى العشيه، واش ندير واش ما نديرش، واش ندير واش ما نديرش، ونعت لبناتي الصغار الكبار. واش راح تقولي المتتبعات تاعك الجدد؟ مرحبا بهم مرحبا القدام بيهم، والجداد. مرحبا بالجدد بالقدم، وكل عزاز عندي وكل نشتيهم، حتى هما يشتيوا العبداويه نتاعهم هكا نقعدوا. مرقد تاع الخضره او ما يشتيوهاش الناس الكل، اخرين نشتيوها اخرين ما يشتيوهاش. انا نشتي المرقد تاع الخضره، قاعد عندي السكر نشتيها. ها هو كي راني درت لهنا، شوفي امال درت لهنا الثوم البصله الطماطم، راني خلطت دواوات الكل خلطتهم لهنا، دوك راح نرحيهم. ها هو كي شويه جاج نزيد فيها الحمص، حبه شريوات حبه سروتيه شويه بطاطا ونديرو ان شاء الله. راح ندير لكم مرقه نتاع الخضره تشتيوها، لازم تشتيوها. صح نقول لكم دروك راح نرحي. هيا شوفوا البنات، راح ندير فيه شويه زبده باش تقلل الجاج. اللي ما عندوش اللحم يدير زبده. ايه انا ها نرحينا كلش نقطعها، راح يتقلى تاعنا الخضره الجاج تاعنا، ونحط عليه هذا المرقه نتاع الخضره. البنات راهي ما تشتيش الزيت، هاني يعني عليها درت فيها شويه زبده. اللي عنده سمن يدير سمن، اللي عنده سمن يدير سمن، ما تكثرش فيه الزيت على بالك كي طيب تكون فريره نتاع الزيت من الفوق. هاي روحي دوكا خليه يتقلى شويه واللوحان. ها خلاص تسس ازاي. شوفوا البنات راني درت لكم، ديروا شويه زبده وديروا الزروديه خليوها مع الدجاج باش نحلها هذيك الفراخ. واحد المراره هكا فيها انا قليتها هنا في الزبده، يا حبه الفلفله. هاي حبه الفلفله هي هكاي، راح شكلها كيفما خلي الزيت شويه تقلى. راه هي الفلفلات دو لا صوص هذاك اللي هو هذي قيمة من سيومك لي. شوفوا البنات قالت لي ما كثرتي لاصوص بزاف، هو كاين لحت فيه الماء ولحت فيه حبة طماطم وفلفل والاخر على كاكا وجا هكا بزاف. انا البنات اللي هنا اللي درت الاخر الزيت ما تقلق، راسني درت الزيت درت دواوات كل درتهم ودرت حبه بصله حبه طماطم. واللي هنا شوفوا البنات واش راح نقول لكم، شوفوا اللي هنا الجريوات ديروها خشينه، واحد يشتيها واحد ما يشتيهاش، باش كي اللي ما بغاهاش ينحيها، بصح كي ديريها رقيقه كي تتفتت ما واحد يشتيها واحد ما يشتيهاش. والبطاطا وشويه حمص. شوفوا من هذاك فيها درت لها بدويه الكوزينه، هاني درت الفوضه من الاول. العبايات تموت على الفوضه، إحنا لازم تطبخي لازم ديري الفوضى، كي ما تطبخيش ما ديريش الفوضى. راح نديرو لها دوك نزيد نطلع لكم من الفوق تشوفوا كملنا الدوش تاعنا. البارح جات العين وقعدت نسيق نغسل الزربيه مع النواوية. كي عيطت لخواتاتي قلت لهم انا نغسل الزربيه، قالوا لي يا خا مع انه هذه تغسل الزربيه. خي شتو حالت الماء ما كانش العين، كي تجي العين وديك الكرانه هنا. انا تجينا العين ما تقولي امين عاد تجينا عند كيف المعربي لي دوك وين ما كانش العيد ما كانش العيد ما كانش كو 4 ايام باش تجيك. لا لا الايام البنات تجينا مغربيه مغربيه من الحبات، والله غير تجينا العين الكيف والله نسقيهم حتى نقفلوها. هيا دوك نروح نطلع لكم الفوق تشوفوا اليوم راح ندير لكم روتين في الكوزينه الفوق. دوك البنات راح نلوح ونلوح كلش. هاي وتمرقب هاي المرقه نتاع الخضره راهي تشتي تقلع على الاول. هيا كي كيديروا لا تبغيو تقشروا بالبطاطا ولا الخضره ديروا الساشي وقشروا. هيا كي خليت الامال خليت لها الدرسه هي مضروها كراجمها ولا واش خرج لها في وذنها، هاي راح دير الدواء. وخليت لها الدرسه ورحت خليتها بديت نقضي في الشامبرات اخرين.
ها هي كي شوفوا الدرس اللي خلاتها لي العبدوية، بين 5 دقائق دوك نردها لكم تشعل البنات. مع راني قراج مي راهم قريب خشتو هذه اليامات، الناس هيك كلها هيك مريضة مع الوهف ومع المطر. غيثنا في عن يا رب العالمين، صب علينا الخير هذا ان شاء الله، هي غيثنا يا رب العالمين. راكم مع الروتين ما تاع عندهم اليوم غيث تاعنا، أمل، قال لك الدال الطاكسيات، الدال الدنيا كل، قال لك حتى طفلة قال لك اداها الواد، ما نعرف صح ولا. وهنايا واش درنا؟ غسلت الزربية. اغسل، شوفوا البنات انا خرجت لقيت العبدوية غسلت هذه، مع روحت قلت لها وشي هذا وزيد ثقيلة البنات. هيا زدنا جينا مكعكده، كاينه العين الحمد لله يا ربي. دركا عندنا الماء خلاص، الزربيه اللي غسلتها هذيك الخشينه لا عاد زيد تفرش. وشوفوا واش حتقولي لهم على الفروتوار. الفروتوار نحيو له النيلو واغسلو هي. بالنيلو تخرج لكم الزربيه، تعرفي كاينه وشريتيها جديده تبرورق. هاي خطاش على بالك تخلي النيلو، النيلو يطير هي. بس حنا اين هذاك النيلو نتاع الفروتوار يطير، بس هذا ما يطيرش، بس يخرج لك الزربيه كاشي التراب كل يخرج. شوفوا البنات دوك نعاود نفهمكم، شتو الفروتوار نحيو له النيلو هذاك اللي دخلينا نسلتو به، وبداو قلبوا الفروتوار تاعكم. كاين واحد الحاشيه هكا، واحد الحاشيه هكا، هذيك هي اللي تحكوا بها الاخر، تحكوا بها الزرابه تاعكم ويخرجوا الله يبارك. وجيت منا جيت شبك ولا وشي حكوا بالشيطه. ديروا الشيطه وزيدوا الفروتوار، بس الفروتوار راهو ينفعك على الكيف، بصح الزربيه لازم يشلوها مليح مليح هما، لازم تشل باش ما تكونش فيها الريحه، باش ما تكونش فيها الريحه. شوفي غسلناها البنات مليح وشللناها مليح، ما اخي النوت تصب ما كانش السمش، بصح ما دارتش الريحه. ها كي تشليها البنات، ومن جهه اخرى زدنا جبنا زربيه هذيك، عاد لقيت العين، هي انا شت العين قلت والله نجبد الزرابه هذوك اللي تاعنا كامل، مع فوتنا العرس تاع ساره قلت نجبد الزرابه اللي خامجين نحكوهم نحيهم من طريق كعدا كاين الماء. اي ساره رحت تزوجت وخلت لنا التعوبات. شتي انتي تزوجتي يا ساره وخليتي لي انا الزرابه انا نغسلهم، كان بغيتك جيتي ديتيهم تغسليهم. اه نورمال عادي، احنا فيها نديرو سبور وفيها نغسلو الزرابه تاعنا. معليش هاي العبدويه انا والعبدويه يد عند يد ونغسلوهم وكملنا. الزربيه الخشينه انا اللي غسلتها، عييت فيك. خرجت عندي طريق، خرجت واللي هنا ثاني هاني مع سكاليات مع نشوفو احنا الماء. انا نبغي القضيه ما يخلصش البنات، لاني اللي يقضي ما يشوف الاخر ينقي دارو ما يقدرش يقعد، بس اللي يقول له هيا حاجه نقضيها حاجه ما نقضيهاش هذا كي يلقى له القعاد. والله يا البنات منين نوضوا وحنا ننقيو في الدار ما نخليوهاش طول. هنا المرق تاعنا، هنا المرق نغنتوث خينتو المرق، ولا غير خلينا المرقة عباك مع كنا مع زربية والاخر خلينا المرقة تاعنا حتى نختار كما كم تشوفوا. خلاص ها هي كي بصح، ولا غير جات بنينه. زيدوا فيها الطماطم، نتوما عندكم لا تنساو الطماطم تاع الباط، وشويه هريسه وشويه فلفل، واذا ما دلحتوش فلفل قصوا فلفل على الاخر. واش راح نقولوا لهم على الاخر يما؟ الاخر تاكلوها ان شاء الله بالصحه ولنا، وعندكم لا تخليوها حتى تختار. تنمير تهيوين وتبقاو على